تعبنا وصبرنا إن شاء الله ابتغاء مرضات الله، ويسر الله تبارك وتعالى لنا ما كنا بصدده، وهو أن نتم العمرة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. نعم، كان يوجد تعب، وهذا التعب لا بد منه. نحن في دار تعب، هذه الدنيا دار تعب، هذا التعب لا بد منه. ولكن لو أن الواحد منا قارن بين هذا التعب الذي هو في طاعة الله تبارك وتعالى وبين التعب في معصية الله، لوجد أن هذا التعب الذي تعبه في طاعة الله تبارك وتعالى راحة، لأن التعب في طاعة الله راحة. الواحد منا عندما يتعب في عمل الطاعة بعد هذا يرتاح، يفرح، قلبه يطمئن، لأنه أطاع الله تبارك وتعالى، أطاع ربه الذي يستحق عليه الطاعة. أما لو أتعب نفسه في معصية الله، مهما كان هذا التعب قليلا يشعر بنكد وبهم وبغم لا يزول عنه بسهولة. فنحمد الله الذي أراد بنا خيرا، أن جمعنا على طاعته، وأن من علينا بتعب في طاعته. هذه نعمة من الله، الله تعالى من علينا بتعب في طاعته، وهذا نعمة من الله تبارك وتعالى. فلله الحمد والشكر على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار. اليوم استثنائيا سنكون في هذه القاعة، وإن شاء الله تعالى غدا نكون في المصلى، النساء في مصلى النساء والرجال في مصلى الرجال، ونتذاكر فيما بيننا إن شاء الله ما ينبغي أن نفعله، ونتذاكر بعض الدروس القيمة، لأننا جئنا للطاعة ليس فقط للعمرة، للعمرة ولنتعلم ديننا ولنتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. لأن الله تبارك وتعالى معشر الإخوة والأخوات أمرنا بالتعاون، وثمرة التعاون عظيمة جدا. الله تبارك وتعالى قال: ثمرة التعاون على طاعة الله عظيمة جدا. الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التقوى معشر الإخوة هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذه هي التقوى، عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات، أن يؤدي الواحد منا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من أمور دينه، أن يؤدي الواجبات، أن يؤدي كل الواجبات، أن لا يترك واجبا، وأن يجتنب المحرمات، كل المحرمات، أن لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الله تعالى في كثير من الآيات حضنا وحثنا وأمرنا بالتقوى. الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الآية فيها أمر بالتقوى، وفيها أمر بالتعاون على التقوى، أن يعين الواحد منا أخاه على تقوى الله، وأن تعين الواحدة منكن أختها على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتعاون جميعا فيما بيننا على تقوى الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله سبيل النجاة، تقوى الله سبيل النجاة. أيضا ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقوى الله معشر الإخوة كما ذكرنا هي سبيل النجاة، كلمة خفيفة على اللسان، أي واحد منا يستطيع أن يقولها، يستطيع أن يقول تقوى، يستطيع أن يقول تقي. كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، أي في ميزان الآخرة، ثقيلة في الميزان أي في ميزان الآخرة الذي توزن به أعمال العباد. فإن هذا الميزان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لوزن الأعمال جرمه كبير، هو جرم عظيم له قصبة وعمود وكفتان توزن بهما أعمال العباد، كفة للحسنات وكفة للسيئات. من رجحت حسناته على سيئاته يكون من أهل النجاة الذين يدخلون الجنة بلا عذاب. عنده سيئات ولكن حسناته رجحت على سيئاته، كفة الحسنات رجحت على كفة السيئات، هذا يكون من أهل النجاة الذين يدخلون الجنة بلا عذاب. ومن رجحت سيئاته على حسناته، معنى هذا أن له في كفة الحسنات حسنات، فإذا لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما لأن له في كفة الحسنات حسنات. فهذا الذي ترجح سيئاته، كفة سيئاته على حسناته، هو تحت خطر المشيئة. إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة بلا عذاب، لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على الإسلام. ومن تساوت سيئاته وحسناته، تساوت هذه الكفة التي فيها الحسنات مع هذه الكفة التي فيها السيئات، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى به ومن فضل الله تعالى عليه، أنه يدخله الجنة أيضا بلا عذاب، أنه يدخله الجنة أيضا بلا عذاب. لكنه لا يدخلها مع الأولين، إنما ينتظر عند سور الجنة، وسور الجنة يقال له الأعراف. الله تعالى قال: وعلى الأعراف رجال، وعلى الأعراف رجال. ينتظرون عند سور الجنة، بعد أن يدخل الجنة الأولون يدخلونها، ولكنهم يدخلونها بلا عذاب. أما من كانت له في كفة السيئات سيئات وليس له حسنة في كفة الحسنات فهو الكافر. هذا الكافر إما أنه كان كافرا لكونه لا يؤمن بالله، أو لا يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤمن بنبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بعد أن عرف أنه نبي من الأنبياء، أو كان إذا غضب سب الله، أو سب الشريعة الإسلامية، أو سب دين الإسلام، أو استخف بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بالزكاة أو بالعمرة، كأن قال: لماذا نحن نتعب أنفسنا، نطوف حول الكعبة 7 أشواط ونروح ونجيء بين الصفا والمروة، لأيش هذا؟ صار يستخف بمقام الصلاة وبمقام الطواف وبمقام الساعي بين الصفا والمروة، هذا لا يكون مسلما. فهذا لا تكون له حسنة في كفة الحسنات، إنما سيئاته تكون في كفة السيئات. فإذا تقوى الله معشر الإخوة كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، في ميزان الآخرة، لأن التقي هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يعني يكون له في كفة الحسنات حسنات ولكن يجتنب المحرمات، لا يكون له في كفة السيئات سيئات. لهذا هي ثقيلة في ميزان الآخرة، وأيضا هي ثقيلة في العمل، ليست سهلة
إلا على من سهلها الله عليه. الأمر ليس كشرب الشاي، تقوى الله تعالى ليست كشرب الشاي. شرب الشاي أو شرب البن، شرب الماء، هذا شيء هين سهل. أما تقوى الله تعالى أمر يحتاج من الإنسان أن يخالف نفسه، أن يجاهد نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس مثل الطفل، إذا أهمل الواحد منا طفله أو أهملت الأم طفلها فلم تفطمه بعد أن وصل إلى حد ينبغي فيه أن يفطم، لم تفطمه عن الرضاع، يشب على حب الرضاع. والنفس كذلك، إن لم تمنع مما تشتهيه هذه النفس ومما تميل إليه هذه النفس ولو بالقهر، لأنها تحتاج إلى القهر حتى تتجنب ما تميل إليه. وعز النفس معشر الإخوة والأخوات لا يكون بإطلاقها بأن نفعل كل ما تشتهيه هذه النفس. هذه النفس طماعة، هذه النفس طماعة، كلما أعطيتها ما تشتهيه كلما طلبت أكثر. كيف تلجمها؟ تلجمها بقهرها على طاعة الله، بأن تمنع نفسك عن شهوات وملذات هذه الدنيا المحرمة، أن تخالفها، أن لا تطيعها. وإلا من أطاع نفسه ومشى خلف ما تشتهيه هذه النفس تؤدي به إلى المهالك والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إذا فطمت نفسك عما تشتهيه، عما تشتهيه هذه النفس، فانفطم. إذا منعت نفسك بقهرها على أداء الواجب تؤدي الواجب، إذا ألزمت نفسك ذلك. وإن منعتها بقهرها عن الوقوع في المحرمات تلتزم، تنتهي عن المحرمات، ولكن لا بد من القوة ومن البطولة. هنا البطولة، ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه، من ملك نفسه عند الغضب. فهذه النفس علينا أن نخالفها حتى نعزها ونكرمها، لأن عزها وإكرامها يكون بمخالفتها. وحتى يتقي الواحد منا ربه عز وجل لا بد من أن يخالف نفسه. لا تجتمع التقوى مع السير خلف شهوات النفس المحرمة وملذاتها المحرمة. كيف تستطيع أن تتقي الله؟ كيف تتقي الله تبارك وتعالى وأنت كل ما تطلبه نفسك من شهوات وملذات وكسل، لأنها تميل إلى الكسل، تفعله لا يجتمعان؟ فإذا لا بد من مخالفة النفس. واعلموا معشر الإخوة والأخوات أن النفس خداعة، تخدع صاحبها. ما أحد يظن أن نفسه تأمره بالخير وتأمره بما فيه صالح له في آخرته، لا، إنما تأمره بما لا ينفعه في الآخرة، بما لا ينفعه في الآخرة. فعلينا أن نخالف أنفسنا، علينا أن نتقي الله. وتقوى الله معشر الإخوة والأخوات علم وعمل، لأن طلب العلم الشرعي إلى القدر الذي لا يجوز لكل مكلف أن يجهله أمر لازم للمؤمن وللمؤمنة، لازم للمسلم وللمسلمة. الله تعالى أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا نار جهنم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خطاب من الله تعالى لعباده المؤمنين، وأمر لهم بأن يقوا، أن يجنبوا أنفسهم نار جهنم،
وأن يقوا أي أن يجنبوا أهليهم نار جهنم. ما السبيل الذي ينبغي أن نسلكه؟ ما الطريق الذي ينبغي أن نمشي فيه حتى نجنب أنفسنا ونجنب أهالينا نار جهنم؟ سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه قال في تفسير هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي الأمور الدينية. إذا الواحد منا أراد أن يتقي الله وهو لا يعرف كيف يتقي الله، ماذا يفعل؟ يتعلم ذلك. أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر عمرة الفرض أو عمرة النفل، خلينا نقول عمرة الفرض، أراد أن يعتمر عمرة الفرض، وما كان تعلم أحكام هذه العمرة، ما تعلم من أحد، ماذا يفعل حتى يعتمر عمرة صحيحة مقبولة؟ لا بد من أن تكون صحيحة ليكون فيها ثواب، ولا بد من أن تكون مقبولة حتى يكون فيها ثواب، وإلا يرجع بالتعب. إن لم تكن صحيحة يرجع بعد هذا التعب والعناء بعبادة فاسدة. طيب كيف يعرف؟ بالتعلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا، أو قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة. فيجب علينا أن نتعلم علم الدين، يجب علينا أن نتعلم أحكام الصلاة، أن نتعلم أركانها التي لا بد منها لصحتها، وأن نتعلم مبطلاتها، وأن نتعلم شرائط صحتها، حتى نعرف كيف تصح هذه الصلاة وكيف تفسد. وأن نتعلم، علينا أن نتعلم شرائط قبول الصلاة، لأننا نريد أن نصلي لله تبارك وتعالى طاعة لله، وبقصد أن ننال الأجر من الله والثواب من الله على صلواتنا. فإذا توجد شرائط قبول للصلاة، يعني توجد شرائط لا بد من الإتيان بها حتى ننال الأجر على صلواتنا، حتى نثاب على صلواتنا، لأن الصلاة قد تصح إذا أتينا بالأركان وبشرائط الصحة وتجنبنا المبطلات، تصح الصلاة. وليس بالضرورة إن صحت أن تكون مقبولة عند الله، أن يكون المصلي مأجورا عند الله تبارك وتعالى. كيف يصلي الواحد وتصح صلاته ولا يكون له أجر عند الله؟ إذا ترك شرطا من شروط قبول الصلاة، كأن صلى مثلا بلا خشوع، صلى من غير خشوع بالمرة. تعرفون نقر الغراب أو نقر الديك، كيف بينقر الديك هو عم يأكل أو بالأرض؟ بعضهم يصلي كنقر الديك أو كنقر الغراب من غير خشوع، من غير أن يخشع قلبه ولو لحظة في الصلاة، كيف يكون له أجر هذا في صلاته؟ أو يكون أكل مالا حراما وكان واصلا هذا إلى بطنه وبعده ما زال في بطنه ويصلي، هذا يؤثر على ثواب الصلاة. إذا شرب خمرا مثلا وكان في بطنه، أو أكل لحما غير مذكا ذكاة شرعية، ليس مذكا ذكاة شرعية، أكله وما زال في بطنه، هذا يؤثر على ثواب الصلاة. فإذا علينا أن نتعلم حتى نعرف كيف تصح طاعاتنا وكيف تفسد طاعاتنا أعمالنا، وكيف يكون في أعمالنا الثواب وكيف لا يكون في أعمالنا الثواب.